أليكس عليكم السلام. لحظة واحدة بس يا أليكس أظبط الإيه الشاشة. هو عايز يرجع لورا سنة أو يخش سنة شمال كده. بسم الله أوي كده صح. سنة صغيرة كمان. سنة صغيرة كمان. كده حلو شغال. مش هقول لا. الصوت والصوره كده تمام يا أليكس حبيبي، عشان الواحد كده يشتغل على نظافه. يعني كويس ان هو ايه ظهر على طول. ان شاء الله تمام. خلي كده عشان يبان الايه التعليقات. الله ينور عليك. بسم الله زي الفل. ربنا يخليك. شكرا يا أليكس. اهلا بيكم في درس جديد من دروس اتعلم امريكي. انا مستر سام وبعمل دروس تعلم امريكي. الدروس دي كلها على الصفحه على اليوتيوب. هنا لما تفتح اليوتيوب اكتب في سيرش مستر سام 2016 كلمة واحدة كلمة واحدة تظهر لك الصفحة بتاعتي. اعمل سبسكرايب عشان حضرتك تعرف تلاقي الفيديوهات كلها في اي وقت. لو انت على الفيسبوك لو سمحت حضرتك اعمل شير. ده مش ليا، ده علشان زي ما انت وصل لك الفيديو ده بسبب حد عمل شير اكيد ممكن يوصل لحد تاني في اي بلد تانية. الحمد لله عندنا كل الدول. فانا بس كل اللي عايزه منك انك انت تعمل شير مش ليا انا، ده بتعمله لوجه الله تعالى. زي ما انا بعمل الدروس دي بقالنا دلوقتي كام من 2016 ثلاث سنين. لا انا عايز منها حاجه ولا اي حاجه غير ربنا سبحانه وتعالى كده يرزقني بناس اكتر عشان اخد ثواب اكتر. لو حضرتك اشتركت معايا وعملت شير او عرفت حد او خليت حد يدخل على الدروس ديت ويستفاد، يبقى انت ان شاء الله ربنا يجعلك شريك في الثواب باذن الله. اتعود انك تعمل ولو حاجة واحدة بس لوجه الله تعالى. مش لازم كل حاجة تبقى لمصلحتك. مرة حاجة ولو واحدة بس. الدروس دي كلها انا بعملها من هنا في امريكا. عايزك ركز معايا عشان ده الجزء التاني من الحاجات اللي بتتعمل في البيت. دي الطريقة ودي الكلام وده الاسلوب اللي احنا بنتعامل بيه هنا. لما تيجي تسكن هنا وتلاقي حاجة حصلت في البيت وعايز تبلغ عنها، بتيجي تقول الماسوره مثلا بتنقط، الحنفيه بتنقط، او الماسوره بايظه، او اي حاجه زي كده. اقولها ازاي؟ تقعد بقى تدور على الكلمات العربي اللي عندك اللي انت بتستعملها في لغتك وعايز تركبها انجليزي وتستعملها عندنا احنا، واحنا ما بقاش فاهمين انت يعني عايز تقول ايه. فاستعمل مفرداتنا واسلوبنا بحيث مش لازم يعني ميك سنس، يعني مش لازم تبقى منطقية بالنسبة لك انت بس تبقى منطقية بالنسبة لهم هم، عشان دي طريقتهم واسلوبهم في الكلام. تمام كده؟ أليكس ربنا يخليك. ماشي. المرة اللي فاتت لو انت فاكر، انا شكلي قطعت بوظت الصفحة. المرة اللي فاتت لو انت لما بيجي حد يسيب البيت، دايما صحاب البيت ايه بيبقى عندهم هنا حد بيروح يبص على البيت كده ويشوف الحاجات اللي عايزة تتعمل في البيت. اوكي؟ لو انت جيت تستلم البيت فبيجي يقول لك ايه دي بايظه، دي معموله، دي عايزه تتظبط، ده مش عارف ايه الكلام ده. تمام. المره اللي فاتت اخذنا الجزء ده. المره دي هنكمل عشان لسه في حاجات تانية بيعملوها. الحاجات دي بقى غالبا مش موجوده عندك، او اللي موجوده عندك حاجه شبه هنا برضك. مش هقول لك مش موجوده هنا، ان انا اروح اشتري ريد
واقعد ارش عشان الناموس ولا دبان ولا صراصير ولا بودره عشان النمل ده انت. انما هنا في امريكا يختلف ايه عنك؟ ما ينفعش تسيب الشباك مفتوح. يعني بص لو ركزت كويس هتلاقي ضلفه الشباك دي، اتكلمنا على الحاجات دي قبل كده، دي ضلفه كده زينه، انما ده مش شباك بيتفتح وتقفل. مفيش حاجه هنا اسمها شبابيك تتفتح وتتقفل. الباب اول ما عيالي يفتحوا الباب عامل ايه؟ نوره باسم اقفل الباب لو سمحت، اقفل الباب. ما ينفعش تسيب الباب مفتوح وتطلع وتبقى سايب الباب مفتوح، لانه على طول الحشرات والبتاع ملمومين حوالين الباب، ومهما ترش اول ما تفتح الباب بيبقوا داخلين جري. فانت وبترش وبرضك بيحصل كده بالليل، بنخاف الواحد يفتح اللمبه اللي جنب الباب اللي ساعد بس ما يجي داخل علشان ما يخشش، لان الحشرات دي والصراصير دي والحاجات دي لو دخلت البيت بتطلع عينك. دي اول حاجه. تاني حاجه البتاع النمل الابيض ده لو دخل وقعد جوه الخشب وتوالد بقى وبتاع. في مره في بيت حصل فيه حاجه زي كده، الكومباوند صرفوا $600 لشركه وطلعونا من البيت ولمنا الحاجات كلها على جنب وبتاع، وقفلوا وقفلنا الشقه جامد، وجم الناس دول بقى دخلوا وراحوا مفجرين قنابل كده زي غاز ودوروا على البتاع ده فين وطلعوا العش بتاعه، وكان يوم ما قلم بينا ربنا. وقعدوا عملوا كده في البيت عندنا، وفي البيت تقريبا كان الشقه اللي فوقينا، وكلفتهم قالوا لنا كلفتنا بتاع $600 علشان يجيبوا شركه متخصصه تجيب اخره. ليه؟ ده لو قعد ممكن ينتشر في الشقق كلها. مش قادر اقول لك الحاجات دي قد ايه مهم جدا انك تبقى عارف هنا ان مفيش حاجه اسمها افتح الشباك يهو والكلام ده. لو عملت كده الشباك ده لازم عليه ايه؟ فاكر سكرين اللي هو الشباك اللي هو زي ضلفه سلك كده. وبرضك ما تطمنش قوي يعني، يعني دي مش هتدخل حاجه كبيره، بس خلي بالك ممكن تدخل حاجات صغيره. فما هوش يعني يستحسن بلاش كمان. صور بقى. ف الحاجات دي هنا في امريكا مهم جدا، مهم جدا. المدن الكبيره صحيح مش هيبقى فيها الحشرات دي قوي، بس بيبقى فيها الفئران الزفت دي والصراصير الزفت دي. وممكن بتاع حاجات صغيره كده ويخش جوه يعيش ويتوالدوا. مش قادر اقول لك حاجه يعني مقرفه هنا. فيستحسن ان كل حاجه زي ما قلنا قبل كده تبقى مقفله. الكتاب ده انا سبق وقلت لك ان هو قديم شويه لانه في حاجات غير منطقيه بالمره يعني. معلش ثانيه واحده كده بس نسيت حاجه. قلت لك الكتاب ده هتلاقيه قديم، لان حاجه زي دي بالنسبه لي غريبه قوي. انا اعرف ان ده بتاع درجات الحراره العاليه، ايه اللي يجيبه في البيت مش عارف. اللي هو بص اول حاجه هتلاقي ايه؟ The furnace is broken. Furnace ده على فكره هو بيترجم لك فرن، وانا سبق وقلت لك الكلام ده وهفضل اقوله لك 200 مره. ما تركنش على جوجل في الترجمه الا لما تشوف الامثله الاول. لما حتى هنا انا في الكليه لما مثلا عايز تعرف معنى بتجيب قاموس، القاموس الانجليزي ده بيقعد يشرح لك بالامثله عشان تعرف الكلمه دي مقصود بيها ايه. اللي اعرفه ان ده وقعدت ابحث فيها، يعني يمكن انا في حاجه غلط، اللي اعرفه ان ده الفرن اولا بيشتغل على درجات حراره عاليه، ثانيا ده مش الفرن اللي انت بتساوي فيه الاكل، ده زي ما تقول كده بيسخن الهواء اللي هو الهيت الهيدر او اللي هو بي بي بيخلي لك البيت سخن. فاللي اعرفه ان ده عشان يبقوا يكونوا بيستعملوا ده يبقى اكيد البيت ده قديم قوي قوي، يعني علشان يكونوا بيستعملوا حاجه زي كده، لان ده بيستعملوه في الاماكن زي مثلا مصنع او حاجه زي كده بيشتغل على درجات حراره عاليه. انما بتاع البيت اسمه هيت، هيت عادي. الهيت عندنا مش شغال، بس لو عايز اقول لها الهيت مش شغال مثلا is not working. فاكرين is not working
الهيت مش شغال. فقلت لك انا قبل كده انا عندي هنا مش شغال وحدة التكييف، ما بتشتغلش بس بالكهرباء، ده لازم املى تانك اسمه ايه؟ بروبين. بروبين املى تانك ويتملى بيقعد له شهر ونص شهرين واتملى تاني، حاجة زي كده، حاجة خانقة يعني. كل ده عشان هما مركبين وحدة تكييف أرخص. إنما لو كان الوحدة التكييف دي برضك بتشتغل هيت وتسخن وكده، ليه دفعوا نفسهم مبلغ قد كده؟ ما أنا هسكن هنا أقعد أملى في أم التانك ده وأدفع في فلوس كل شهر، وبيبقى مبالغ كبيرة. عشان إيه؟ عشان هنا الجو بيبقى ساقع، فما حدش بيستعمل فرنس. ده اللي أعرفه ده فرن بيسخن، مش فرن هيت، بيسخن الجو على درجات حرارة عالية في أماكن كبيرة، إنما اللي إحنا بنستعمله ده الهيت عادي. وبجيب زي ما قلت لك تانك، بروبين تانك مثلا، مكان هنا بروبين تانك، وغالبا بيبقى في أي حتة. وقلت لك أنا الحاجات دي قبل كده، خليك هنا أحسن. بروبين هما بيجيبوا لي التانك ده ببلاش عشان أنا بملاه، وأنا بملاه إيه؟ أوعى تعمل زي العرب هنا يقول لك بروبين. بروبين ايه؟ في الاول كنتش فاهم يعني، لما يجي حد مش فاهم وعايز يقول ايه يعني. فبعدين بي بي برو برو، ودي بي بي بين، بروبين بروبين تانك، ماشي. علياء صح كده، منطقة صح. علياء اهلا وسهلا. اشرف اهلا وسهلا. اليكس بص بيكتب معايا على طول، تمام ماشي خلاص. اول حاجه انسى دي، مالكش دعوه بدي، الكتاب ده قديم، مفيش حاجه اسمها فيرنس. اوكي فيرنس ده حاجه تانية. الهيت از نوت بروك، از نوت وركينج، ذا هيت از نوت وركينج. بروكن دي شغال بردك. اوكي ده فاصل اتكلمنا عليها، وقلت لك انا فاصل اللي هي حنفيه الميه، تاب اللي هي الحنفيه اللي بتعملها كده بايدك بس شغاله برضه. سباوت مثلا اللي هو البوز بتاع الحاجه او الحنفيه، او عارف كولدير وتيجي تفتح كده ليه حنفيه كده، ده بيبقى اسمه سباوت. ال السويت تي تانك ده السباوت ده. انما الحنفيه اللي انا بشتريها اركبها في خرطوم عشان اغسل العربيه اسمها نازل، كلمتك على ده المره اللي فاتت. بتروح تشتريها ما بتقولوش عايز اشتري فاصل، اقول لك تعال، واخدك على الحنفيات بتاعه الحمام اللي عندك عشان تركبه الحمام، تقول له لا يا راجل الحنفيه اركبها في الخرطوم عشان ارش بيها اغسل العربيه، يقول لك يمين نازل. اوكي فبص دي عندنا حاجة معروفة. فالدرس اللي فات راجعه لو سمحت. اوكي؟ افرض ان الحوض ما بي از نوت دريننج اوت، قلت لك لما يكون ال 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 المية بتعدي من ال اسمها ايه؟ راح العربي، ماشي. مش انت بتفتح الحوض الحنفية والمية بتنزل في الحوض، اليكس بيبقى سريع ما شاء الله بيلحقني في الحاجات دي، وبتعدي هي كده. لو الجرح مسدوده الماسوره والميه مش بتعدي من الخروم دي او في الباستا البانيو ومش بتعدي وعمال يطلع لفوق، فبيحصل له ايه بقى؟ الاول المفروض ان هو يعمل ايه؟ درين. طب هو لو ما عملش درين والميه ما صرفتش يعمل ايه؟ اوفر فلوينج. اوفر فلوينج. اوكي الناس بتكتب حاجات، الله يخليك يا اشرف. بلاعه، ما هي بلاعه بس ال 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 مش بل اللي في الحوض دي ما اسمهاش بلاعه، اللي هي الحديده اللي بتبقى مخربه دي عشان تعدي المايه، ما اسمهاش بلاعه، بتهيألي ليها اسم تاني اللي بتبقى في الحوض، ماشي. لما بتتملى بقى وكده عشان مسدوده اسمها اوفر فلوينج. هو يعني ايه مسدوده؟ درين يعني بتصرف، درين اوت يعني بتصرف، ودرين اللي هي البلاعه المصفى دي. اوكي عكسها ايه بقى؟ مسدوده يعني ايه بقى؟ كلاج. كلاج يعني مسدوده. او ايه بقى هناخدها تاني؟ ستوب مش ستوب، مش ستوب. انت بتتعلم امريكي،
دي ار ودي بي ستوب. ستوب ده يعني بص تزود بي كمان هنا فاكر عشان ده حرف من حروف التشكيل اهو. وبعدين تحط اي دي عادي ماشي. وبعدين اب ستوب ده يعني ايه؟ مسدوده يعني كلانج مسدوده في حاجه سداها كلانج. از نوت دريننج اوت هتبقى في هنا ان ثانيه اي ان جي draining out مش is not draining out مش بتسرب is clogged. طبعا هنا هتزود جي تانية واي دي عشان هنا حرف من حروف التشكيل فاكر. اوكي دي مسدوده ودي بت ايه درين بتطلع لبره. اوكي ده لو ما حصلش ايه اللي يحصل؟ اوفر فلوينج يعني مش الميه عايمه لا دي اوفر هتطلع كمان وايه وتطلع بره الحوض. اوكي المصفى يعني انا قلتها صح انا كنت بقول مصفى صح تخلي الميه تطفح لبره برافو. او الحمام بتعمل ال 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 فلاش ذا تويلت فاكرين فلاش في ناس بتقولها تويلت وفي ناس بتقولها تويلت. اوكي when you flush the toilet اللي بيحصل الميه بتعدي drain out. طب لو طلع لفوق كده يبقى stop up مسدود فبتقوم هيحصل ايه بردك التواليت هيحصل ايه او التويلت هيحصل ايه هيتسد. اوكي طب في الشتاء هنا من ان الجو بيبقى ساقعه قوي قوي المواسير طبعا بنبقى احنا هنا بتبقى درجه الحراره تحت الصفر بمراحل فاحنا بنبقى الهيت شغال فيا بالك بره بتبقى تلج التلج يعني فالمواسير ديت لو انت يقول لك ايه بفتح الحنفيه بالليل وسيبها ايه تنزل مزنوس صغير كده بحيث يخلي الميه دايما عماله تجري لان الميه انت مش مشغل الحنفيه ومخلي الميه بتجري الميه دي هتتجمد وتنشف تقوم الصبح تفتح البتاع تقوم الماسوره من كتر ما هي متجمدك من الميه مش بتجري تقوم جايه مكسوره تتكسر الميه بالماسوره بص بالماسوره الحديد تتكسر من شده التلج وانها جمدت فتقوم مكسوره فيقول لك دايما ابقى افتح الميه اي ميه مش لازم سخنه ميه ساقعه عادي بس خلي ايه خليها تنزل كده بالراحه عشان تجري يحصل المواسير يحصل لها ايه تبقى فروزن وتجمد وتيجي تشغلها الصبح تلاقي الميه عماله مش بتعدي وبعد كده بق تقوم مكسوره وهات بقى سباك وادفع ومبلغ بقى السباك بقى اللي هيجي لك عشان يعمل لك المشكله اللي حصلت لك دي ممتاز عليكم السلام ازيك يا ممتاز هيحصل ايه بقى هتجيبه السباك ده اسمه ايه بقى بلومر اسمه ايه بلومر يعني البي دي مش بتتنطق بلومر انسى ان البي دي موجوده بلومر يعني هو السباك اللي هيصلح لك المواسير والحوض وشوف لك الحنفيه اللي بتنقط ده اسمه ايه بلومر ده السباك اللي بيعمل كده انما الحشرات بقى والبتاع دي ليها كلمه تانية خالص لو انت شلت الاو ار دي وحطيت مكانها اي ده معناها ان هو معاه حاجه بتقتل مبيد حشري زي ريد زي البتاع الحاجات اللي بتترش دي عشان تقتل الحشرات لو انت شفت الفيلم بتاع ارنولد شوارزنيجر طبعا اكيد كلنا شفناه يعني في ترمينيتور 1 و2 و3 وافلام والفيلم جميل وهو اول واحد ابتدع فكره زي كده ان هو واحد جاي من المستقبل وعباره عن انسان الي قال ويبان له جسم بني ادم والكلام ده فكان اسمه ايه ترمينيت يعني مش هيخلي عليها حاجه لو انت بتلعب جيمز ده ترمينيت يعني مش هتخلي ولا واحد من العدو هتقتلهم كلهم لكن اكس ترمينيت اللي هو عارف انت يقتل حشرات فالاكس ترمينيتور ده وظيفه مش ممكن تكون موجوده في بلادنا ما اعرفش اللي هو واحد لازم البيت اللي انا فيه ده يترش دايما من بره وممكن تقول من جوه يعني ممكن تقول من جوه اللي في الاركان مش عارف ايه بتاع لان النمل هنا ما بيسكتش عمال يحفر
عايز يعدي من اي حته، واكيد طبعا هيقوم داخل معاها الصراصير والحاجات دي، هنا الحشرات دي فظيعه. فلازم عمال ترش حوالين البيت، كنت اجيب كده او اجيب بودره واقعد اعملها كده حوالين البيت كده، كان ايه كان ايه بعملها، بيقولوا على ايه زي حجاب او بحوطها كده من اللهم احفظنا الحشرات، بحيث ايه العبوا بره في اليارد واحفروا واعملوا بلاوي زي ما انتوا عايزين، بس تيجي عند البيت ودي ظهرك وروح العب براحتك هناك. يعني غالبا ما بهاجموش قوي، انا دماغي كده يعني مش بحب اهاجمهم قوي في اليارد بره، علشان ما يقوموش يجوا على البيت، اول ما يجوا عند البيت بضايقهم فيدي ظهره ويمشي اسيبه، عشان يتعودوا انه ايه ما تجيش في جوه البيت. بس طبعا يعني ده مش صح قوي يعني، مش هكدب عليك يعني. المهم ان انت لازم تعمل اكسترمينيت طول الوقت، او تجيب حد اكسترمينيتور يرش لك ويعمل لك الكلام ده. ليه بقى؟ علشان الحشرات الهاوس هولد بيستس، الحشرات المنزليه، الحشرات دي عايزه ايه بقى؟ عايزه ايه بقى؟ مش كاتبها انا هنا ولا ايه؟ مش كاتبها صح؟ مش كاتبها. طيب هتلاقي تحت هنا خالص بيستسايد، شايف ده؟ بيستسايد ده هو عبارة عن محلول كيميائي، كيميكال، محلول كيميائي that is used to kill household pests، معمول علشان يقتل الايه؟ الحشرات المنزلية. اهو بيستسايد، شفتوا؟ تحت خالص. الجمل دي مهم جدا انك انت تحفظها، الجمل دي مهم جدا ان انت تبقى عارفها. الكلمة دي جاية من اسيد، يعني انت لو شلت الاي دي وحطيت اي وحطيتها كده لوحدها، اللي هي الاسيدس اللي هي حمضي، تنفع حاجة زي كده، حاجة كده عشان تموت الحشرات دي. فالحشرات ديت منها يبقى أنت هنا، أنت يعني نملة، أنت جمع بتاعها نملة. بص هتلاقيه هو رسم لك، هو رسمها لك هنا عشان يقول لك إن إيه فين هي في الرسمة فوق أهي. هتلاقيه هو بص نملة بيضاء، ليه؟ لأن إحنا ما عندناش النملة الأبيض، ده بقى اللي بيبقى داخل على الخشب يا ريس، شايفه؟ ده اللي بيبقى داخل على الخشب أهو، أنا كاتبها إيه؟ ترمايت، ترمايت ده وترمايتس اللي هو النمل الابيض، ترمايتس اللي هو النمل الابيض ده يخوف، النمل العادي اهو سارح بره عادي مش مشكله، انما النمل الابيض ده تخلي بالك منه. كوكروتش، 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 او احيانا بيعملوا كده روتشز، روتشز او كوكروتش اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الصراصير. الفرق ان الروتشز دي النمل الصغير، كوكروتش ده اللي هو النمل الكبير، ماشي؟ وعلشان هنا اخره كده بنحط له اي اس، اوكي؟ البراغيث او الحشرات دي خلي بالك برضك منها، او وتروح تيجي في الهدوم والبتاع زي في بلادنا كده. فليز، فلي، فليز، فلي، فليز، ترمايت، ترمايتس، كوكروتش، cockroaches، flea، fleas، دي اللي هي البراغيث، mouse، mice، mouse، mice، mouse. فاكرين زمان كنت اقول لك ايه؟ mouse بالسين يعني فقر، قلت لك الحرف ده حرف اساسي في اللغه الامريكيه، mouth، mouth بالث يعني فم البق بالث، اوكي؟ وقلت لك انا كيميكال علشان ده المحلول اللي بتستعمله عشان ايه يقتل ال 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 البيستسايد ده، ده اللي هو الكيميكال المحلول عشان يقتل الهاوس هولد بيستس. واتكلمت انا المره اللي فاتت عن ان فيكس وريبير، واليكس كان كاتب لي مند تقريبا اللي هي دي تعديل، خلي بالك اللي هي عندنا في الدستور كونستيتيوشن في كام؟ 11 مش 12 amendments يعني تعديلات، فخلي بالك يقول لك يعدل، دي حاجه تانية. احنا بنستعمل هنا
repair ده التصليح، بس انا هصلحها او كده fix. repair ده بقى ده بقى انت داخل عند توكيل مثلا او بتاع، ده ما fix انا هصلحها لك، انا هظبطها لك ببلاش. اي سؤال يا جماعة؟ ده تقريبا كل حاجة كده عن اللي بيحصل في البيت والمشاكل اللي ممكن تقابلك دي. من اول قلت لك انسى الكلمة دي فيرنس، انسى الكلمة دي، استعمل هيت. فلو الهيت مش شغال هيقول لك يمكن التانك بتاعك بروبين تانك از امتي، طبعا اخدنا امتي قبل كده فاضي، او تقول له لا 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 ده ما فيهوش كهرباء، يعني ايه has no power، ما فيهوش اي باور، مش الكتريسيتي، الكتريسيتي دي الكهرباء اللي موجوده عادي، لما الجهاز نفسه ما فيهوش باور. فاكر المره اللي فاتت ما فيهوش باور؟ طب هيقول لك اعمل ايه بقى؟ روح عند الفيوز بوكس بره وتشوف كده البريكر يمكن مقفول ولا حاجه، فتروح تبص تلاقي البريكر كان مقفول. طيب في باور دلوقتي؟ التانك بتاعك؟ التانك بتاعي is full propane tank، my tank is full now. طيب try it وكل me later if you have any problem، لو عندك مشكلة ولا حاجة بتصل بي. فأنا كده عرفت أتفاهم معاه لما إيه، لما قلت له ده مش شغال أنا بتخيل قصة، فقال لي طب مش عارف إيه، طب شوف البتاع بره، طب شوف البريكر في الفيوز بوكس، مش هقعد أقول له ها إيه. فطبعا هو لو هو راجل صاحب البيت وقع في حد كده زي ما بيحصل أحيانا بشوف الكلام ده، فيقول له ايه اوكي اطلع بره، يوم طالع بره، انزل على السلم، يوم نازل على السلم، خش يمين، يوم داخل يمين، يقول له شايف قدامك كده فيوز بوكس لونه جراي، شايف قدامك صندوق بوكس جراي كلر مثلا، افتحه، مش عارف افتحه، هيقول لك في لاتش تحت بوش ات اب، هتقوم جاي مثلا دايس عليه لفوق كده، يوم مفتوح هتفتح، تقول له اتفتح فطبعا انت حاسس ان هو مش مشكلة عادي، ممكن اي حد يشرح الكلام ده لاي حد، حتى لو مش عارف انجليزي بس مش عارف، انا بشوف الكلام ده بس واحدة بس مش عارفة تعمل بتاع ازاي، واخد بالك؟ مش عارفة تعمل حاجة ازاي، مش شرط بس انه مش عارف انجليزي، زي ما بيقعدوا تعالى والنبي يكلم الراجل على التليفون عمال يتكلم انجليزي كتير، انا مثلا مش فاهم حاجة، فاخد اكلمه بتاعنا كذا 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 وبساعده علشان هو مش قادر يفهمك شوية، فابتدي بقى كذا 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 زي ما بحكي لك كده. طيب هتلاقي عندك كل البريكرز مثلا كده اعملهم يبتدي لما يبقى عندك كلمات دي ومذاكر الحاجات دي هتعرف تتفاهم مع الشخص اللي قدامك. انما ازاي يو سبيك انجلش؟ اي سبيك انجلش. طب نيجي نتكلم اعمل كذا، ها ها ايه ايه. حضرتك محتاج تذاكر الكلمات دي باستمتاع بحب مش خناقه، عشان انت عايز، عشان تعرف، عشان تنمي عقلك، عشان تفهم، عشان لما هيجي يوم وتحتاج اللغة عشان شغل مثلا مش هتقول لهم استنوا روح اتعلم العوم واجي، يا عارف يا مش عارف، يا مذاكر يا مش مذاكر. اي سؤال يا جماعة ابعتولي وربنا يوفقكم يا رب. ريبير وفيكس زي ما قلت لك واحد يا أليكس، بس ريبير ده اللي هو انا بعمل تصليحات في العربية اللي انا بوديها الديلر وكده، لكن انا لما اجي اصلح حاجه بقول اول فيكس، يعني انا سيبني انا اصلحها، لكن ما بقولش ريبير. ريبير ده بقى ده انا التوكيل مثلا او واحد بتاع ساعات انا اللي بصلح وبعمل عادي فيكس. اوكي اي سؤال ابعتولي، لو اي حاجه عايز تعرفها، لو اي نطق في كلمه الكلمات ديت او كده جوجل ترانزليت واختار يو اس خليه ينطقها لك. اشوفكم ان شاء الله الجمعه الجايه في درسي جاي تصدقوا انا ما اعرفش ولا مش عارف. ايوه انا بحب الحاجات دي قوي، كلنا بنحب الاكل، بس هنقسمه نصين برضك، لان واحد فواكه والتاني خضروات، فنقعد بقى نشوف الفاكهه دي بقى. ايوه كده. الدرس الجاي بقى كله يجي جعان عشان هناكل فاكهه ان شاء الله. نشوفكم ان شاء الله الدرس الجاي في درس جديد من دروس تعلم امريكي. كان معاكم مستر سام، مع السلامه، يا رب تكونوا استفدتوا ان شاء الله.